شهر بالتمام والكمال مر على بدء العام الدراسي 2017-2018، اعتبرناه منذ البداية من أهم مواسم الدراسة، يمكن لأنه بيوازي تولي الدكتور طارق شوقي وزارة التعليم، ولأنه كمان كان بيقول أنه سيشهد تطوير وقرارات كثيرة على مستوى النهوض بالتعليم في مصر. لكن رغم كل التوقعات والأمال اللي قالها وذكرها سيادة الوزير، واللي احنا وضعناها كأحلام قدامنا ما تحققتش، والشهر الأول من العام الدراسي شهد جدل وإحباطات وخناقات كثيرة في ملف التعليم ما بين قرار مادة التربية الرياضية وقرار تأجيل المدارس اليابانية وقرارات أخرى متوقعة زي نظام الثلاث ترمات وغيرها من الملفات، هفتحها مع ضيوفي من خلال هذه الفقرة. بيسعدني يكون معايا في الاستوديو سيادة النائبة الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب الدكتور عبد الرحمن البرعي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتورة بوسينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية، والأستاذة منى أبو غالي ولية أمر وهي مؤسسة ائتلاف تحيا مصر بالتعليم. أبتدي مع ضيوفي الحوار أبتدي مع سيادة النائبة. حضرتك طبعا إحنا زي ما بنقول مر شهر دلوقتي على بداية العام الدراسي، إيه السلبيات اللي شفتيها حضرتك في خلال هذا الشهر وتقييمك بالرغم من الوعود اللي كانت قبل هذا الشهر؟ طبعا يعني لو هنتكلم على السلبيات وطبعا اكيد في بعض الايجابيات، ولكن السلبيات طبعاً اللي هي هو بس انا ببتدي بالمشاكل اللي ظهرت في خلال الشهر من بدايه العام الدراسي الجديد والموسم الدراسي الجديد. تمام. لو اتكلمنا بشكل عام على المدارس الحكوميه فهنلاقي ان في نسبه كبيره من المدارس او نسبه من المدارس لم تكتمل الصيانة بداخل المدارس، ودي هذه المشكلة اتكلمنا فيها في الأسبوع الأول من الدراسة. يبقى دي أول حاجة الصيانة. يعني في مدارس دخلت والصيانة فيها لم تكتمل وهي يعني بتستكمل في وجود الطلاب، ودي من الحاجات اللي هي الخطر شوية طبعاً في وجود الطلاب. ودي اتكلمنا في الأسبوع اللي قبل الدراسة مباشرة وقلنا لابد إيجاد حلول. طبعا تم العرض مع المسؤولين في الوزارة إيه الأسباب وتأخر يعني العطاءات يعني أمور مالية وأمور روتينية. الصيانة دي بترجع للمدرسة نفسها؟ لكل مدرسة؟ هي بتبتدي من الموازنة اللي جاية من الوزارة. أيوة. وبتصرف إمتى وبيحصلوا عليها امتى، وبعدين يبتدوا بقى يوظفوها في ان هم يصرفوها على الحاجات اللي هي محتاجاها. طيب عايزه اسال مشكلة حضرتك روتينية يعني. تمام. ليه المشكله دي ما بداتش منذ يعني ايه انتهاء العام؟ لا دي موجوده الدراسي اللي فات كل وبدانا بقى في الصيانه طول كل الصيف كل سنه، هي دي المشكله. وبالتالي لابد ايجاد حل، يعني هي حلولها سهله، يعني المفروض يتعمل في الاجازه يا دكتوره. المفروض تتعمل في الاجازه. تمام. المفروض يفكروا بشكل معين، لو الموازنات بتيجي في اوقات معينه يبقى المفروض التفكير يجي في فتره سابقه للامور زي كده. يعني اقصد هي كل حكايه ان يفكروا في ايجاد حل بحيث ان تبتدي الدراسه، يعني معناها بدايه الدراسه انتهاء من كل شيء واستقرار للطالب من كل النواحي. فدي نقطة هامة جدا جدا في هذه النقطة. برضو من مشاكل ممكن يكون الكثافات الطلابية ما زالت في بعض المدارس عالية جدا، فالإجراءات الخاصة بتقليل الكثافات برضو مفروض تمشي بشكل أسرع ويتقلل بأي شكل، لأن نفس المشاكل دي بنقابلها كل سنة. فالمفروض يبقى في أمور يعني أسرع شوية في إيجاد الحلول لهذه المشاكل العامة. الحاجة اللي هي السنة دي يعني يمكن ظاهرة شوية كثرة القرارات اللي هي مقترحات دون أن يكون لها آلية تنفيذ، وبعض القرارات بيتم الرجوع فيها مرة تانية. زي إيه؟ موضوع الحاسب الآلي حتى الآن عامل قلق جامد جدا في المدارس، موضوع التربية الرياضية، موضوع سنة ستة يبقى شهادة أو سنة عادية. طب هم مش خدوا قرار في الموضوع ده ولا لأ؟ ما هي اتخذت قرارات. أيوة. ولكن يعني تربية رياضية ما اتخذ قرار وتراجع فيه، فعملية التردد
والرجوع فيه ما بيسببش استقرار. مادة الحاسب الآلي اللي هي مهمة جدا تم حذفها من المقررات من المجموع، ولكن القرار اللي يخص ذلك لسه من حوالي أسبوع أو أسبوعين فقط، يعني مش من بداية الدراسة اللي راح للمدارس هذا القرار. رغم ان هو يعني القرار برضو فيه جدل، يعني البرلمان غير موافق بالأغلبية على هذا القرار، ومع ذلك يعني تم القرار، والقرار راح متأخر، فقعدوا فترة زمنية طويلة المدرسين هنا مش عارفين هيمشوا ازاي، الطلبة بيبقوا بيسألوا في كل شيء هيمشي ازاي الأمور. فدي كلها أمور المفروض ان هي تبقى بداية الدراسة استقرار في كل شيء، ما يبقاش لسه أدي قرار جديد، ولا برضو من القرارات اللي هي الامتحان يا ترى الميد ترم منتهي وأصبح في نهاية الفصل الدراسي المجموع بتاعه في نهاية الفصل الدراسي فقط ما هواش ميد ترم. يعني في الحقيقة بعض الأمور اللي هي المشكلات اللي ظهرت على الساحة بعد شهر من العام الدراسي الجديد. أروح للأستاذة منى، حضرتك ولية أمر، ايه المشاكل عندك؟ اطفال قد ايه وسن كام؟ انا عندي 2 ما قبل الجامعي وبعد الجامعي، عندي ابني في تانية جامعة وبنتي في تانية سنة. تمام. حكومة دلوقتي. كويس. المشاكل اللي ظهرت عند حضرتك في البيت ايه في السن ده؟ هي كانت ظاهرة لان احنا بقى انا 3 سنين في الموال ده، من اول ما ابني كان في الثانوية العامة، فكنا في تخبطات كتير من ايام الدكتور الهلال الشربين. ايوه. اتفقنا نوعا ما بالدكتور طارق شوقي في البدايات يعني، بس كل ما الوقت بيعدي وكل ما بنشوفها بنلاقي ان مفيش تغيير. التغيير الوحيد ان يعني في وزير هنا بيسمع بيعترض علينا او مش احنا عاجبينه او مفيش مشكله، بس الدكتور هلالي ما كانش بيسمع لنا. هو ده الفرق الوحيد دلوقتي، لكن في التخبط القرارات لا، مفيش اي تغيير في اي حاجه. طب ايه القرارات اللي كان فيها تخبط عند حضرتك في السن تانية ثانوي وفي الجامعه؟ هو بصي، انا هتكلم دلوقتي مش بصفتي وليه امر، بس انا بتكلم بصفتي مؤسسه ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، وده لوحده بيضم اكتر من 500,000 ولي امر وطالب. فاحنا عندنا المشكله دلوقتي، الدكتوره ماجده اتكلمت في موضوع التربيه الرياضيه. التربيه الرياضيه من اول 2010 القرار ده داخل معروف ان هو نشاط اول ونشاط تاني على المجموع، بس هو ليه حصل ازمه؟ هو حصل ازمه نتيجه تصريح معين من مسؤوله معينه اللي هي الاستاذه منى مصطفى، هي اللي قالت ان هيبقى ده ماده نجاح ورسوب، اللي مش هيحضر الامتحان هينزل دور تاني. فانت عارفه ايه التربيه الرياضيه؟ التربيه الرياضيه اللي هي العاب بقى، يعني خلينا نتكلم باللغه العاميه بتاعتنا العاب. يعني انا ابني لو ما حضرش او بنتي ما حضرتش امتحان التربيه الالعاب هيبقى ناجح في كله، وما شاء الله ممكن يبقى ده جايب الدرجات النهائيه في كل المواد وملحق العاب. يعني ده اعمل ايه؟ اخد له درس ولا اعمل ايه؟ ففي تصريحات هي مستفزه للشعب المصري، فالمفروض اللي يتحاسب عليها المسؤول اللي طلعه. مش مين صاحب على القرار. انا بس عايز اعرف مين صاحب قرار انه التربيه الرياضيه تبقى على احنا مش عارفين. انا كل فكره غريبه أقول بصراحه، يعني مين الجهبذ اللي بيفكر؟ يعني احنا عندنا في ناس بتفكر تفكير بيودينا فين انا ما اعرفش، يعني بيودينا بيطلعنا من ازمه لازمه. المدارس الحكوميه هي ما حصلش فيها اي حاجه، يعني زي ما حضرتك اكيد، انا بحترم حضرتك جدا على فكره، لان انت فعلا يعني بتقولي الحقيقه. ما فيش حاجه في المدارس الحكوميه تمت، كثافه الفصول زي ما هي، عدم الانتظام في الدراسه زي ما هي، مدرسين بتغيب طبعا، في مدرسين طيب ارجع تاني بس لحضرتك عشان هيك جايه بصفتك وليه امر. يعني اتكلميني بقى بصفتك وليه امر نائبه عن كل اولياء الامور، ايه المشكله اللي عندك؟ لا احنا عندنا مشكلات كتيره، احنا عندنا مشكلات كتيره بتبتدي من ان اليوم الدراسي بتاعنا الولد او البنت بيروحوا المدرسه بيشتغلوا 6 7 حصص 8 حصص شغل شغل شغل. ايوه. واجبات كتيره جدا جدا، يروحوا البيت يقعدوا يعملوا في الواجبات، الامهات بتصرخ. ايوه. المناهج قالوا المناهج هتقل ما بين 25 ل 40. انا عامله استبيان على كل الجروبات التعليميه اللي احنا ماسكينها، مفيش ولا مدرس قال ان في اي حاجه تمت في تعديل مناهج، الا واحد بس قال لي تعديل مناهج الكمبيوتر في اولى اعدادي، وحد قال لي في الانجليزي اولى ثانوي او ثانيه ثانوي.
بس، لكن كل المناهج ما فيهاش اي تغيير، بقى في ضغط على يعني ما شالوش الحشو زي ما قالوا في بدايه الموسم يعني الدراسي. هم احقاقا للحق يعني هم صغروا الكلام شويه، صغروه عشان خاطر يبقى الطباعه تقل معاهم شويه، واحنا ولادنا علينا توجعهم شويه، فنركب لهم نظارات والدنيا تبقى شغاله كده. هم ما عملوش اي حاجه، كل التغيير اللي تم توفيرا عشان الطباعه برضو، ان هم لغوا القصص بتاعه من اول ابتدائي لغايه مسموح لثالثه اعدادي بس انهم يستلموا. كانوا قالوا هيلغوا الكتب الدراسيه اتلغت يعني ولا لا؟ هي ما اتلغتش، هو القصه بس اللي اتلغت توفيرا للطباعه، مش اتلغت عشان حاجه. هي تبقى انت تروحي تشتري الكتاب الخارجي تشتغلي منه، او تخشي موقع الوزاره اللي انت اساسا ما عندكيش وقت تخشي فيه. فالكل بيشتكي، الكل بيشتكي المناهج زي ما هي. السنه اللي فاتت قلنا ال 100 ترم المنتهي لما قعدنا مع دكتور طارق ووافق عليه اتطبقت غلط. يعني اتطبقت ان ضحكوا على اولياء الامور بصفحتين ثلاثه تتم الغاء من الامتحان. السنه دي لغوا خالص ال 100 ترم، بقى امتحان نص السنه واخر السنه. يعني انا ابني على الضغط النفسي اللي هو فيه، كثافه المناهج اللي ما حصلش فيها اي تعديل، يمتحن في شهر واحد اللي خده من شهر 9، ويمتحن في شهر 6 أو 5 اللي خدهم بداية من نص 2. طب هو فين حضرتك الـ 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 الحاجة التعديل اللي انت عملته معانا؟ أو فين الحاجة اللي هتريح الطالب أو ولي الأمر شوية؟ طيب أروح للدكتورة بوسينة، بصفة حضرتك خبيرة تربوية، رأيك إيه في اللي سمعتيه؟ أولا معلش رأيي مش هبقى مع ولي الأمر خالص طبعا، لأن أنا مع الدكتورة طبعا في كل اللي قالته، إن دي مشكلات بتقابلنا على فكرة كل سنة. عارفة إحنا بنفاجئ برمضان كل سنة، إحنا بنفاجئ بدخول المدارس كل حاجة دايما حضرتك يا دكتورة. العيد جاي معقول إيه ده؟ إزاي يعني؟ أنه معروف يعني من 20 سنة يعني. فهي إحنا بنفاجئ بدخول المدارس الحقيقة، وهي المسائل الروتينية اللي بتحصل كل سنة. على فكرة إحنا كل سنة بنعيد نفس الكلام ونفس الاحداث بنفس الاخطاء. طب انا عايز ونرجع تاني نعمل كخبيره تربويه، ينفع ان انا احط ماده الالعاب الرياضيه على المجموعه ويبقى فيها سقوط ونجاح وامتحان بس حضرتك اولا انا بس احب مثلا واحده تخينه مثلا يعني تسقط في ماده الالعاب؟ لا بس حضرتك اولا الفكره طبعا يا جماعه هم اللي بيحصل ايه؟ حد بيخش على النت يقرا ان يعني في المانيا الموسيقى دي ماده اساسيه وداخله في المجموع وماده قيمه جدا، وبيدرسوا حاجات اللي هم الكلاسيكيات في العالم ده وماده اساسيه، مش عارفه في فرنسا التربيه الفنيه دي ماده اساسيه. هم عايزين بقى، انت فاهمه حضرتك، ان ايه النشاط ده هو اللي بيخلق الابداع، هو اللي بيخلق الشخصيه. فهم نعمله عندنا؟ طب نعمله عندنا ازاي؟ تعمله ازاي؟ لا ممكن هعمله ازاي حضرتك؟ اصلا في الاصل مفيش مدرسين تربيه رياضيه، في عجز في مدرسي التربيه الرياضيه في مصر خاصه البنات. اما انت اصلا عندك عجز في المدرسين، هتخلي الماده ازاي نجاح وسقوط؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، فين الملاعب؟ حضرتك شفت المدارس في الحكوميه؟ في مدارس طبعا غير مؤهله لملاعب اصلا، مفيش ملاعب. دي نمره واحد. ايوه التربيه الرياضيه قدرات معينه زي التربيه الفنيه. يعني الناس كانت زعلانه التربيه الفنيه في المجموع، مش كل الناس بتحب ترسم، مع انها المهاره دي ممكن الواحد يتعلمها يعني ومبدعه، لكن اما جم قالوا ابعدوه عن المجموعه عشان بتاثر اولاد اللي ما بيعرفوش يرسموا بيتاثر على درجاتهم. بقى التربيه الفنيه تبقى فيها يعني مشكله، والتربيه الرياضيه هي اللي مش مشكله؟ دي نمره. حضرتك عندك ناس متخصصه تختبر فلان وفلان وفلان في التربيه الرياضيه؟ عندك مقاييس التربيه الرياضيه؟ شفت الدكتور على النت بيقول في عندنا مقاييس وفي عندنا، حضرتك مين هيطبقها اصلا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انا افهم ان انا اعمل انشطه وكل طالب يختار النشاط المناسب ليه، ناس تختار موسيقى وناس تختار تربيه فنيه بالزبط. وناس تختار اللي عندها مهارات تربيه رياضيه تختار تربيه رياضيه. صح، يبقى في اختيارات. فاصل اختيارات واخليها في المجموع واخليها نجاح ورسوب لان انت اخترت. لكن انا واحد انا في نادي وسباح وبحقق بطولات عشان انا ماما وبابا مديني نادي. انا هاخد الدرجه ايه؟ النهائيه. والغلبان ده اللي ما عندوش حتى ساحه شعبيه يلعب فيها هيعتمد على المدرس، فالنهايه مش هياخد درجه، اصبح عندي مشكله. كمان حاجه تاني انا سمعت حاجه جميله جدا، مدرس التربيه مدرسه التربيه الرياضيه في بعض المدارس اول ما عرفوا انها ماده رسوب ونجاح ضغطوا على الولاد عشان يشتروا زي رياضي معين من مكان معين. شفتي بقى دروس بقى وهنبتدي دروس خصوصيه فيها، دروس خصوصيه كمان بقى. صح ولا حصل؟ فاذا يا جماعه مش كده، مش كده، لازم كل حاجه تدرس.
الواقع بتاعك ايه، امكانياتك ايه، ثقافه مجتمعك ايه، عشان تقدر تحقق في ايه. الكلام في العالم جميل جدا، والنظريات التربويه رائعه ومبهره، لكن انت ايه؟ هي دي الفكره. فاحنا عندنا فجوه ما بين الفكر ما بين الواقع. طيب اروح لضيفي النائب الدكتور عبد الرحمن البرعي. لو قيمنا كلام سياده الوزير قبل وبعد، راي حضرتك ايه؟ هو انت بتفكري بنفس تفكيري، انا فعلا عامل قبل وبعد كما لو كنا بنفكر زي بعض. شفت حضرتك، ما انا بعرف اقرا الضيف الوزير. المعلمين والقيادات اختيارها للمدارس. اتفضل. كان عندنا كتاب دوري 17 بيتم تطبيقه. أيه. المراكز اللي فيها زياده تروح للناقص وينتهي. مفيش جرأة لاتخاذ القرار ما طبقش هذا العام، عندي مراكز كاملة في القرى والنجوع لم يصل لها معلمين وتكدس في المدن. الكتب الدراسية. أيوه. الكتب الدراسية أنا عندي مفاجأة في بني سويف كوميدية. إيه يا فندم؟ مدارس التجريبية في بني سويف قرروا كتاب جديد السنة دي في المستوى إنجليزي، الليفل بتاع الإنجليزي، اسمه إنجلش وورلد. بيتم تدريسه لنا شهر، اتلغى امبارح. التهريج. الكتاب اتلغى. مين اللي لغاه؟ هم المدارس التجريبيه. ما اكيد قرار وزاره يعني، عشان المدارس مش من نفسها يعني هتلغي. انا اعتقد ان انا وانا بتكلم مع الوزير والمسؤول عن التجريبات اكيد اول مره يسمعوا مني. وليه نزل اساسا؟ نفسي يجاوبوني. تم التغيير، اولياء الامور قالوا عاوزين نفس الكتاب بتاع العام الماضي. لا، ده الجديد، ده المطابق. المكتبه دي تبيع، المكتبه دي تبيع، اولياء الامور اشتروا. لينا شهر بيتم التدريس منه. ايوه. اتلغى. اختلفوا مع المكتب. الشهر ده مين مسؤول عن ضياع الوقت بتاع التلاميذ دول؟ مين اللي عمل الموضوع ده اصلا؟ ايه رايك ان الموضوع ده انا فوجئت بيه بالصدفه، الموجهه اللي فتحت هذا الموضوع، ايوه، تم نقلها الى اداره الواسطه التعليميه. مين قالك تتكلمي؟ تم نقلها لاداره. ده عند حضرتك في بني سويف ولا على مستوى جمهوريه كلها؟ ده عندي في بني سويف. هو اللي شايفه اكيد. طب شايف الكتاب ده كان مفيد ولا كان؟ انا مش في الكتاب ده، ليه خبراء بتوع اللغه الانجليزيه هم اللي يحكموا. اكمل لك فكره في الاداره. الصيانه الدكتوره اتكلمت عنها، قانون التعليم اللي المعلمين ظلوا ينتظروه. واحنا كلجنه التعليم فضلنا نعمل مؤتمرات ولقاءات وعصف ذهني، والمعلمين توسموا خير بزياده في وضعهم الاجتماعي والمالي، مفيش تحويل نيابه اداريه، مرتبه هيزيد وحلمه. ايوه. واحنا شعورا مننا كنواب ان احنا بدانا نعمل حاجه للمدرسين وللمجتمع عشان اقدر احاسب المعلم على الدروس، انا مش قادر احاسبه. هو مرتبه كله مش مكمل 60 دولار. فجاه الوزير سحب القانون. ليه؟ قال لازم القانون ده يناسب التطوير اللي انا عاوزه. طب هندي لسيادتك مهله قد ايه؟ ايوه. هو كان طالب شهر، اعتقد احنا دخلنا دلوقتي في 8 شهور يا دكتور. ولم نرى القانون، ومضطرين كلجنه التعليم بقى ان احنا اللي نعمل هذا القانون. لان المعلمين والمجتمع بيحاسبنا احنا، احنا اللي نسنه بقى. لان معالي الوزير انا مش عارف التطوير اللي انت عاوزه عشان نعمل لك القانون اللي انت عاوزه. المدارس الخاصه كان عندي 90% ما فيهوش مشاكل و10% فيه مشاكل. نسبة إشراف مالي وإداري غير عادية. أيوة. سيطرة قوية. أصحاب المدارس الخاصة كانوا قلبين الدنيا من الزعل. الحمد لله أصحاب المدارس الخاصة مش زعلانين السنة دي. الدنيا معهم جميلة. عند 40% من المدارس الخاصة فيها مشاكل في المصروفات، اختراعات جديدة، الأنشطة اختراعات جديدة. فأصحاب المدارس الخاصة أسعد الناس بالدكتور طارق شوقي. التعليم الفني. التعليم الفني كنا بدأنا نحط بصمة. هو كان كل التطوير اللي تم فيه 7%. أيوة. التعليم الفني زي الطالب ما بيدخل في ثالثة إعدادي بيطلع، نفس ما بيدخل بنفس أولى ثانوي تعليم فني نفس اللي بيطلع بيه في سنة ثالثة ثانوي، باستثناء 7% هم اللي حصل لهم تطوير. كان بصراحة الدكتور أحمد الجيوشي وعشنا حلم معاهم، والتعليم الفني والربط بينهم وبين المصانع والربط فكر، وحددوا 35 مهنة، لأن معظم المهن اللي في المدارس قدمت. يعني ماده اسمها اساس معدني جميله، بس بنطلع منها باتنين جداد يناسبوا السوق المصري ويناسبوا السوق الخارجي. وعملنا 35 مهنه، وكنا سعداء ببدايه هذه التجربه، وان يحصل ربط بين التعليم الفني وبين وزاره الصناعه وبين وزاره الاستثمار. بان التعليم الفني ده حد ادنى 30 مليار اهدار مال عام. لان مفيش منتج بيطلع.
اختفى كل هذا. اخر حاجه بقى المناهج. تم اختيار 150 استاذ دكتور من اقدم 12 جامعه في مصر عشان نعمل مناهج، وبدانا بالرياضيات والعلوم. ايوه الدكتور طارق شوقي نفسه كان واحد من فريق الرياضيات اللي كان بيرأسه استاذي الدكتور احمد السيد نائب رئيس جامعه المنيا. واليونسكو كانت مشرفه على هذا الموضوع مجانا. تم تقييم الكتب المصريه وصدر تقييم كامل ليها، بدا ال 150 استاذ يعملوا الكتب. ايوه تم اختيار منهج الانجليزي في العلوم، وتم ماليزيا وسنغافوره في الرياضيات، وبدا اساتذتنا يعملوا المنهج اللي يناسب البيئه المصريه، واللجنه دي كنا سعداء بيها. متى تغير الوزير؟ مع ان الدكتور طارق شوقي كان عضو في اللجنه القديمه، وقرار صدر من الوزاره، قرار 366 اعتقد، وكان رقم 3 في فريق الرياضيات، وكانت مجانيه من اليونسكو. مجرد ما التغيير الوزاري تم انتهى الاساتذه روحوا بيوتهم، ورجعنا لنقطه الصفر من تاني. ببساطه شديده الدكتور طارق شوقي خلفيته هندسه اتصالات. مسموح انك تمسك المنصب لان انت اداري ناجح، ولكن كنت محتاج المستشارين بتاعتك والمساعدين قبل ما تطلع ال 30 قرار اللي انت طلعتهم يتم دراسه هذه القرارات. قرارات بتصدر مفاجاه وغير مدروسه، ومعظم المسيرين اللي معاها دول لا هم اهل تعليم، لا هم جم المدارس اللي عندنا في القرى ولا يعرفوا عنها حاجه، ولا هم اساتذه كليه التربيه. طب المستشارين اللي عندك ما راحوش مدارس، ومعاليك ما رحتش مدارس، هتطوروا المدارس ازاي؟ الاتصالات. ولكن انا مش نظرتي تشاؤميه، انا بقيم لك واقع قبل وبعد بمنتهى الموضوعيه، لا بقول ده وحش ولا ده حلو. انا ما عنديش حد حلو وحد وحش، انا عندي واحد. احنا لنا النتيجه، النتيجه هي اللي بتحكم على الحلو او الوحش. المحصله انقذوا البقيه من التعليم. اخر حاجه اختيار القيادات التعليميه. حتى تاريخه ما تمش عمل لجنه لاختيار وكلاء وزاره ولا مديرين عموم. انا عندي بني سويف ما فيش وكيل وزاره، انا عندي معلمه خبير هي اللي قايمه بدور وكيل وزاره، معلم خبير مش واخده درجه مدير عام حتى. فين المقابلات اللي بتعمل كل سنه؟ اختيار القيادات وكلاء مدارس ومديرين مدارس لم تتم في محافظتي حتى الان. طب ازاي يعني شغلينا شهر؟ ازاي حضرتك يعني ايه السبب؟ ما هو مش عارف، مش انا اللي اقول، مش انا التنفيذ. ما هو انا كمان عايز اعرف يعني. انا اللي مقدم طلبات لحضرتك الموضوع ده النهارده. قولوا لي ليه ما اتعملتش في الصيف ويبقى داخلين العام الدراسي ده مدير مدرسه، ده وكيل مدرسه؟ يعني دلوقتي المقابلات هتبدا تتم من الاسبوع القادم. مدير المدرسه اللي هنا اسمه جمال عبد الناصر هو اللي راح مدرسه طه حسين، فيجي سايب المدرسه في الشهر الثاني ويجي رايح مدرسه جديده. ده كان لازم المقابلات دي تتم في الصيف عشان نبدا نشتغل مع العام الدراسي. ده انت كده هتلخبط لي. انا انصحه انه ما يعملهاش بقى. طيب نروح للدكتور مجدي. تقييم حضرتك لاداء الوزير زي ما سمعنا من الدكتور عبد الرحمن. يعني انا هقيم العمليه التعليميه واللي هو هيبقى مصاحب ليها هو الوزير. انا اتفق مع يعني ان ما كانش كل اللي بيقوله الدكتور عبد الرحمن، فهو دي يعني الحقيقه، يعني ان هو بس المشكله في القرارات اللي هي مجرد مقترحات ما بيكونش تم عمل ليها خطه. بس برضو انا عايزه من حضرتك التقييم. التقييم انا بقول لحضرتك، هل الامال والطموحات اكبر من الواقع؟ وما كانش ينفع انه انا ادي وعود وامال لطلبه و والمدارس لحضرتك هي المشكله فعلا، وايه وعدم وجود متخصصين كمان زي ما ذكر. هي دي المشكله. ايوه يعني في فرق كبير بين كلمه مقترح وبين قرار. هو هنا بيصدر القرارات على مقترحات، بمعنى ما بيكونش تم عمل ليها خطه تنفيذيه واضحه. أيوة. ما بيكونش معروف دي هتتنفذ ازاي وامتى ونتيجتها هتبقى ايه، صح ولا غلط، واللي عاملينها اصلا خبراء في المجال ولا لا. فجزء كبير من القرارات بيتم بهذه الطريقه، وبالتالي ابتدى يبقى دلوقتي هذه المقترحات. يعني احنا سالنا سؤال للاسف الشديد على موضوع الثانويه العامه للمديرين التنفيذيين في وزاره التربيه والتعليم. ليه تحويل الثانويه العامه الى 3 سنوات تقييم تراكمي بدل من سنه واحده. بدل من سنه واحده. سالنا
طب هيتم ازاي؟ هو ده المفروض ان هو شغال دلوقتي النظام ده صح؟ لا لا هيبتدي السنه الجايه. هيبتدي السنه القادمه مباشره. ايوه يعني المفروض وطلع بيه قرار، يعني طلع بيه ان هو خلاص هيتنفذ قرار ان هو السنه اللي جايه، او تم الاعلان في من الوزير في كله هيتم خلاص السنه الجايه، مش لسه هنفكر. أيوة. هيتم ولا لا؟ لا خلاص. جينا نسال طب هيتم ازاي؟ والحاجات السلبيات الموجوده حاليا تغلبتوا عليها ازاي؟ يقول لك لا احنا حطينا القرار، طلع قرار وبعدين هنفكر لسه ندور على طريقه تقييم من ضمن ثلاث طرق معروض علينا. طريقه في انجلترا وطريقه مش عارفه مين وطريقه مين، ولسه هنفكر. طب عمر ما بيحصل حاجه زي كده. انا عشان اطلع قرار فهي غالبيه كل الحاجات غالبيتها بتتم بنفس الطريقه، هي مقترح بيطلع قرار وبعدين الناس تفاجئ بيه ويحصل جدل ولخبطه ولازم القرار ده حضرتك يبقى مدروس ومعروف النتائج. كلمه قرار يعني معناها يعني نتائج احتماليه، مش هنقول 100%. حضرتك لازم يكون احتمالات نجاحه قريبه من 100%. علشان اقول انا هطلع بقى انا هطلع القرار. طب انا وهعرف انفذه ازاي وفلوسه جايه منين وينتهي ازاي، كل هذه التفاصيل. معايا يوسف من كفر الشيخ. استاذ يوسف اتفضل. مساء الخير. الو استاذ محمد من القاهره. الو ايوه مساء الخير يا فندم، اتفضل. النور يا فندم، اتفضل. عندك شكوى؟ ايوه يا فندم. دلوقتي حضرتك احنا اولياء امور، ايوه، طلبه مكفوفين في مدارس درعه الجبل اللي هي طه حسين. ايوه احنا حضرتك من اول سنه ما بدات ما استلمناش الكتب بتاعتنا بتاعت الاولاد. وكل ما يعني نسال كتاب حصل تاخير. هو كان بيحصل تاخير في الاول بس ما كانش بيطول زي دلوقتي. كنا بننزل حضرتك على المركز المكفوفين اللي هو قصر النور اللي في جسر السويس، كنا بنروح نشتري من هناك لان كان في المطبعه هناك في المركز ده، كانت هي اللي بتطبع الكتب المنهجيه بتاعت الوزاره. فكنا بناخد بنشتري الكتاب من هناك مدعوم ب 2 جنيه. ايوه. فهو دلوقتي حضرتك هو يعني سحبوا ال المنهج ده من المركز المكفوفين او هي مطبعه المركز. تمام؟ وما بقيش المركز يطبعها دلوقتي، خدتها الوزاره وادتها لجهه ثانيه. تمام، شكرا يا استاذ محمد. معايا تليفون من اسكندريه. مين؟ استاذ محمد من اسكندريه. الو استاذ محمد. ايوه يا فندم اتفضل. انا عندي مشكله في مدرسه محمد قرات بسموحه. وكنت باعت تلغراف 21 تلغراف لرئيس الجمهوريه، وانا 21 تلغراف لرئيس الجمهوريه. ايوه. وبعت ايه مضمونهم بقى؟ بعت رياده الوزراء عشان في مدرسه محمد قرات فيها شويه مشاكل، فهم فصلوني بقالهم دلوقتي سنه وثمان اشهر، والمعاهد عاوزه ترجعني والمدرسه مش عاوزه ترجعني عشان متفقين هدوم جماعه اخوان في المدرسه. دي واضح انها مشكله شخصيه. هنبقى ناخد تليفون هي حضرتك. مش شخصيه. امال ايه يا فندم؟ هي مش هي هم متفقين، هي مش مشكله شخصيه، دول جماعه اخوان وهم. ثواني بس يا فندم، احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم حضرتك مدرس في المدرسه؟ لا انا جنايني عامل. جنايني عامل في المدرسه اللي انت ذكرتها. شفتي بقى؟ تمام. هم فصلوك؟ ايه السبب؟ فصلوني فصل تعسفي. فصل تعسفي بدون اي اسباب؟ بدون تحقيق، بدون اي تحقيق، ولا اتحقق معايا في المعاهد، ولا اتحقق معايا في وكاله الوزاره. طيب عملت ايه لما ده حصل؟ حاجه. عملت ايه حضرتك؟ قلت بعت 21. واحد اسمه محمد علاء مدير المدرسه ماشي مع خمس صنفات. قال لك اغسله ده اغسله ده مع مجلس الاداره، وبعد كده مجلس الاداره رجع وقال لك ده بيرجع عشان احنا ظلمنا الراجل ده. رحت وكاله الوزاره ورحت رياده الوزراء ورحت كل حته ومحدش عمل لي حاجه. طيب دي مشكله عايزه دراسه. شكرا، بشكرك على تليفونك. معايا استاذ ابراهيم. منين؟ من الدقهليه. الو مساء الخير استاذ ابراهيم. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. تحياتي للجميع يعني. الله يخليك. أنا بعتبر أهم ثلاث مشكلات في التعليم حاليا دلوقتي. أيوه. ظاهرة غياب الطلاب. غياب الطلاب من المدرسة. من المدرسة يا فندم. ولا بيروحوا وينطوا بقى من على السور والحاجات دي. لا أنا عصور إيه؟ هاتلي بيزوغوا من المدرسة. طالب في ثالثة ثانوي من 20 سنة واحد المدرسة. طيب الطالب ما بيروحش المدرسة، هنوثق فيه إزاي مجموعة القيم الضرورية للسلام، التسامح، المساواة،
ادي احترام. هو ما عندهمش مفيش نسبه غياب وحضور؟ نعم مفيش نسبه غياب وحضور عندهم. مين اللي بيقول ثالثه ثانوي من 20 سنه؟ انا بقول اهو كلام مسؤول عنه. طب دي مشكله برضو الغياب والحضور. لما اتنين ظاهره متسببين يا جماعه حواليكم في ثلاثه من التسرب من التعليم. ايوه مليون طالب راكبين تكاتك في اولى ابتدائي في اولى اعدادي في سته ابتدائي واولى ثانوي فعلا احنا بنشوفهم فعلا ظاهره متسببين يا فندم. بيتجوزوا بعض سن 11 سنه يا فندم تحت كباري يا فندم. ظاهرة المتسببين دي خطيره جدا هي اللي هتحل مش فكره الزواج المباشر. طيب شكرا. ام يوسف من اسكندريه. ام يوسف من اسكندريه. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا بس كنت عايزه اسال ليه السنه دي الدروس الخصوصيه بقت اجباري؟ هي اجباري؟ ايوه المدرس بيضرب التلميذ بيقول له يا ولي امرك انت لازم تخش الدرس. ولو ما راحش بقى يحصل ايه بيسقط؟ نعم؟ لو ما راحش بيسقط؟ لو لا بيقول ان انا مجبر ان انا اورد في الشهر للاداره مبلغ. مدرستي. فانتوا اجباري لازم تخشوا الدرس. ايه ده؟ مدرسة ايه؟ مدرسة المجموعة. مجموعة اكيد. لا مش مجموعة بس في المدرسة دلوقتي بقت الدروس في المدرسة. مدرسة حكومة؟ الدروس جوه المدرسة. هي مدرسة حكومة حضرتك ولا مدرسة خاصة؟ مدرسة. لا مدرسة حكومة حضرتك. حكومة. يعني حتى طلبنا ان احنا ندخل مجموعة ومش عايزين دروس في المدرسة. اسم اسم المدرسة ايه؟ نعم؟ اسم المدرسة ايه اللي حضرتك بتحكي عنها؟ يعني عايزة لو انا قلت الاسم؟ لا عادي لو قلت الاسم. مش مدرسة حكومة هي؟ مدرسة خالد. نعم؟ مدرسة حكومة انت بتقولي. ايوه انا مدرسة حكومة. اسمها ايه بقى؟ مدرسة خالد بن وليد. فين؟ ادارة ايه هي؟ ادارة شرق حضرتك. اسكندرية. ايوه. يعني اكيد حد من الوزارة او سيادة الوزير سامع دلوقتي انه مدرسة خالد بن الوليد بيدوا فيها دروس اجباري. يعني دي حاجة جديدة برضو. تمام بشكر حضرتك. أشرف من المنيا. ألو مساء الخير أستاذ أشرف. أشرف إحنا مركز مغازة مدرسة دير الجرنوس الابتدائية. مدرسة دير دير الجرنوس. أيوة دي المدرسة. كل يوم والتاني تيجي تبع إدارة مغازة عايزين يضموا الفصول ويخلوا عدد الطلاب او التلاميذ جوه الفصل 70 طالب على الرغم ان في عندنا الفصول فاضيه والمدرسين موجودين لكن يقول لك ده قرار جاي بان لازم الفصل ما يكونش اقل من 70. 70 يا نهار ابيض. وعندنا طب بيبقى في مكان ان الطلبه تقعد ال 70 دول ولا بيبقى شويه واقفين بقى وشويه قاعدين ولا ايه النظام بالظبط؟ يا فندم احنا عندنا الفصول فاضيه. يعني في اماكن وفي مدرسين. قولي لي انت مين مدرس هيقدر يشتغل على 70 عيل في سنه ثالثه ابتدائي اللي هو النشئ اللي هو هيقدم. طيب احنا هنجاوب حضرتك على سؤالك. ام محمد من القاهره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. لو سمحت حضرتك بالنسبه عايزه اتكلم في موضوع المواعيد. الاولاد بيتاخروا جامد جدا وما بياخدوش اي حاجه في المدرسه. اليوم الدراسي طويل؟ اليوم الدراسي طويل جدا عليهم. من الساعه كام لكام؟ من الساعه 7:30 مثلا للساعه 3:15. بيبقى حوالي كام؟ 8 حصص مثلا؟ متهيألي. ويا ريتهم بيدوهم حضرتك. حضرتك بيرجعوا هلكانين. لا هم يعني عاملين الموضوع ده عشان ايه؟ عشان الدروس. طب بيعملوا ايه خلال اليوم؟ لا يعني لو يعني ما بياخدوش اي حاجه؟ ما يعني قليل جدا الحاجات اللي بياخدوها. والمدار عندهم مدرس الانجليزي دلوقتي غايب بقاله يعني حوالي 3 اسابيع. ها طب طول اليوم بيعملوا ايه بقى تاني؟ طول اليوم قاعدين. لو دخلوا لهم احتياطي دخلوا لهم مش حاجات كده ملهاش لازمه. زي ايه؟ بيدخلوا لهم احتياطي. هي مدرسه حكومه ولا دي مدرسه ايه اللي حضرتك بتحكي عنها؟ مدرسه عباس العقاد. دي فين مكانها؟ دي في شارع الترعه شبرا. شبرا مصر. طيب بشكرك. استاذ نبيل بني سويف. اهلا يا فندم. اهلا مساء النور. اتفضل. اتفضل. ممكن اشارك حضرتك؟ اتفضل طبعا. بمسح على ضيوفك الكرام وانا بايد سياده النائب الدكتور عبد الرحمن في كل مقاله. وسيادتك المفروض القيادات
تنزل لارض الواقع، لان التعليم اللي عندنا في بني سويف التعليم الابتدائي او الاعدادي او الثانوي القرارات بتتاخد من فوق، لكن سيادتك ارض الواقع غير 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 القرارات اللي بتتاخد. الاهتمام بالعمليه التعليميه لابد ان التلميذ يعرف يقرا ويكتب اولا. احنا كنا سيادتك بنتعلم في زمان ما كانش فيه لجان متابعه وده يجي وده يروح زي مفتشين التموين. عايزين كنا نتعامل مع رئيس الاقسام او مدير اداره يا دوب. ايوه. لكن دلوقتي المدارس زي مفتشين التموين، ده داخل وده طالع وده جاي وده رايح، وعمليه يعني بصراحه فقدت معنويات. المفروض نتعامل مع التلميذ المدرس يخش يشتغل زي زمان، يطلع يقرا ويكتب ويطلع مواطن صالح في المجتمع بالفعل. انما احنا في الايام اللي احنا فيها دي بصراحه يعني زي عمليه تفتيشيه، ده رايح وده جاي ويشتغلوا اخطاء. طيب شكرا، وصلت رساله حضرتك معايا. الاستاذ عصام من القاهره، الو. الو استاذ عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. انا بس حضرتك كنت حابب يعني اطرح مشكله بتحصل لاولياء الامور، وهي حته الطلبه ودخولهم المدارس بتبقى بيخشوا الساعه بينزلوا المدرسه الساعه 7:30 يرجعوا الساعه 3 دلوقتي، يعني لسه قرار نازل قال لك الساعه 3 الطلبه يخلصوا. طبعا الساعه 3 دي بيرجع حضرتك الطالب في حال كان، يعني ما فيش مجال لا 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 مذاكره ولا ان هو ينام شويه ولا يروح لدروس خصوصيه. ده بالاضافه الى الحشو اللي في الدراسه واللي في المناهج اللي ولاء الامور نفسهم مش مستوعبينها. احنا كولياء امور بنشوف المناهج بتاعت الطلبه عندنا، والله احنا ما كنا بناخدها على ايامنا ولا نعرف عنها حاجه. بنضطر ان احنا ندي المدرس اللي هو بيبقى متحكم في كل حاجه، وبرده لازم الطالب من يرجع من الدرس لازم يذاكر المنهج. يعني حاجه انا مش عارف هم بيعقدوا الطلبه من الدراسه ولا بيعقدوا اولاد اولياء الامور، انا ما بقتش فاهم. ده بالاضافه ان الوزاره دلوقتي بتحسي ان هي يعني بتخلي كل حاجه على ولي الامر. النهارده مثلا الاولياء بنشتكي في ناس في كي جي 1 وكي جي 2 الوزاره سكنته في مدارس. تيجي تفاجئ يقول لك انت مسائي مالكش مكان في المدرسه. طب هنعمل ايه؟ قعدهم في البيت السنه دي، قعدناهم في البيت سنه، جينا ثاني سنه قال لك مالهمش مكان في الفصول. قعدهم في البيت السنه دي وبعدين في اخر السنه ايه؟ يطلعوا السنه الجايه بقى ولا يعيدوا السنه؟ يطلعوا السنه الجايه. كده بسهوله. معظم المدارس كلها قعدوا في البيت اللي هم المسائي. جينا ثاني سنه اللي هي كي جي 2 قال لك لا المدارس ما فيهاش فصول، يا تعمل فصل على حسابك تلم مع بعض كده تعملوا فصل على حسابك، يا اما ما فيش، يا اما تروح تضرب راسك في الحيط بقى تروح تشتكي للوزاره تشتكي اي حاجه. طيب بشكر حضرتك. في واقعة غريبة حصلت النهاردة في الشرقية، وهي أن مدير مدرسة خاصة منع الطلبة من دخول المدرسة. بعت لنا الفيديو دوت أحد أولياء الأمور هو الأستاذ يحيى، نشوف الفيديو ونرجع تاني. زي ما احنا شايفين ان مدير المدرسة منع دخول الطلبة ووقف الباصات المفروض توصل الطلبة لغاية المدرسة، وقف الطريق كله الحقيقة. يعني أستاذ يحيى معايا على التليفون اللي بعتلي الفيديو أحد أولياء الأمور في المدرسة. أستاذ يحيى ألو. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا، احكي لي بقى إيه اللي حصل النهاردة. بص يا فندم، احنا يعني أولا أنا اتكلم في ثلاث نقط من ضمنهم نقطة النهاردة، عشان لو اتكلمنا في نقط كتير فاتت قبل كده هناخد وقت كتير. أنا هتكلم في ثلاث نقط مهمين جدا من ضمنهم النقطة بتاعت النهاردة. أيوه. الكلام طبعا موجه للأستاذ عبد الناصر المربي الفاضل مدير المدرسة. أنا عايز أقول له حضرتك لصالح مين أنت بتعمل في أولادنا كده؟ يعني أنت لصالح مين؟ ده لصالح تربية وتعليم ولا لصالح أولاد ولا لصالح اباء يعني اباء الاولاد دول اللي بيعانوا من مصاريف الدراسه ومصاريف التعليم والحياه والكلام. طب هو عاوز ايه يا استاذ يحيى؟ بس انت عايز انا اللي بسال حضرتك تسالوه بصفه رسميه ورسميا، انت عايز ايه من الولاد لما تخليهم قبل كده ولد ربنا يرحمه
كان بيعدي في البطيء بتاع المدرسة عربية خبطته، انت بتعرض بدل واحد من سنتين الواقعة دي تمت في المدرسة، انت بتعرض كل الأولاد لنفس الموضوع. ولادي النهاردة أنا ليا ثلاث أولاد في المدرسة. يعني يا أستاذ يحيى بس عشان نفهم من حضرتك، هو منع دخولهم بسبب أن أنتوا الباصات ديت أنتوا خاصة بيكوا؟ الباصات دي في شركتين باصات، في شركة المصطفى. أيوه. هي تابعة للأستاذ أحمد مصطفى اللي هم أصلاً صحاب المدرسة. أيوه. الحاج محمد المرحوم الحاج محمد مصطفى. وفي شركة تانية الأستاذ صلاح السنة دي اسمها مش فاكر اسمها ايه، المهم شركه ثانيه. ايوه. مع وانا اشتركت في الشركه الثانيه اللي هي تبع المدرسه عشان طبعا الموقف ده ما يحصلش، مع ان كان انتمائي لاني اشترك في الشركه الاولانيه اللي اولادي فيها. بس اشتركت على حسب رؤيه الاستاذ عبد الناصر. أيوة. عشان ولادي ما تتعبش وما يبقاش فيه العند اللي انا شايفه. الاستاذ النهارده بعد ما سمح للباصات بتوع شركه المصطفى الدخول للمدرسه من اول السنه الدراسيه، النهارده فجاه كده طلعت في دماغ الاستاذ عبد الناصر انه يمنع الباصات من دخول المدرسه. بزنس. وبالفعل منع الباصات من دخول المدرسه. طبعا حصل تكدس رهيب في الطريق، لا دول عرفوا يدخلوا المدرسه ولا دول عرفوا يدخلوا المدرسه. ازاي يمنع طلب من دخول المدرسه؟ ايا كان السبب يعني. انا ده انت مين؟ انا مش عارفه بصراحه يعني. انتوا كنتوا لازم تتقدموا ببلاغ في هذا المدير يعني. انا ما كنتش اقول على الهوا وبسمعه، اقسم بالله العلي العظيم انا لو كنت في الزقازيق النهارده انا ما كنت سبتك يا استاذ عبد الناصر عشان ولادي. مدرسه ايه بس؟ مدرسه ايه؟ مدرسه المصريه الانجليزيه. المصريه الانجليزيه. اوكي يا استاذ يحيى شكرا. معايا الاستاذ خالد سعيد كبير مدرسي، كبير مدرسين الكيمياء بالسعوديه. الو مساء الخير استاذ خالد. السلام عليكم يا فندم. اهلا عليكم السلام. اهلا بحضرتك. اهلا دكتور جهان. اهلا بحضرتك. الله يخليك. عندنا مشكله حضرتك كبيره جدا في السعوديه. اتفضل. معاك خالد سعيد يا فندم رئيس شعبه الكيمياء مدارس الاقصى. بمدرسه الاقصى. مدارس الاقصى الثانويه. تمام اتفضل حضرتك. حضرتك يا فندم احنا هنا عشرات الالاف من المصريين العاملين بالخارج في المملكه العربيه السعوديه. طبعا اكيد. في حصل مشكله حضرتك يوم الخميس الساعه 3 تحديدا. كنا بنقدم لاولادنا رسوم دخول اختبار حضرتك تقريبا السنه اللي عدت كانت 100 ريال للقسم الابتدائي، 120 ريال للقسم المتوسط، و 150 ريال 450 ريال تقريبا للقسم الثانوي. فوجئنا حضرتك ان السفاره شالت الورقه المحطوطه دي وحطت ارقام ثانيه، 1000 ريال للابتدائي و1000 وشويه للاعدادي وتقريبا 1000 وكام و200 او 1300 للقسم الثانوي. كتير هل يؤخذ حضرتك ان العاملين بالخارج بالمملكه العربيه السعوديه ودي اكبر جاليه في العالم يحصل هذا الكلام؟ حصل مفاوضات مع القنصل التعليمي، نزل لوزير التعليم حضرتك امبارح واجتمع معاه، فوجئنا امس تقريبا المغرب قال لا الرسوم اتعدلت ليه 600 ريال للقسم الابتدائي و 630 20 ريال للقسم المتوسط و 650 ريال للقسم الثانوي. يعني اتخفضت بس بنسبه بسيطه. يعني المغتربين بالخارج زادت تقريبا 50% يا فندم. يا ريت حضرتك انا عارفه المشكله ديت العام الماضي. يعني يا فندم في طبعا حضراتكم سامعين في اولياء الامور. ايوه انا عارفه حضرتك، انا عارفه المشكله ديت وذكرناها تقريبا في اول الحلقه، بس اللي اعرفه ان وزير التربيه والتعليم ساعد في خفض التكاليف. ده اللي انا وصل لي. لا يا فندم ده هو حضرتك قللها من 1600، يعني هي زادت في الحقيقه كانت ب 400، هي زادت 200 ريال على كل. لا بعد ما اترفعت هو قال احنا موافقين ان احنا نخفضها تاني. حصل ده ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش يا فندم. ما حصلش. طيب بشكر حضرتك. عايزه تعليق حضرتك بقى على كل اللي سمعتيه يعني. كل اللي سمعته انا شايفه الحقيقه اللي لفت نظرك او اكبر المشاكل. ان بشكل عام كل هذه المشاكل نتيجه ما فيش رقابه. انا على حاسه برجله كده يا دكتوره. ده اللي انا بقول عنه نظام. ما فيش اشراف وما فيش رقابه. ما حدش فاهم حاجه يعني. دي نقطة هامة جدا في كل المدارس، يعني كل مدير مدرسة بيشتغل زي ما هو عايز. ازاي المدرس ده حضرتك او مدير المدرسة ده يمنع الطلبة خاصة؟
ازاي ده جريمه بزنس يا جماعه. هو متعاقد مع مدارس خاصه يعني انا عايز مش بس كده هي بقت بلطجه. لا مش بس كده يعني هنا لم يذكر اولا المدارس في المحافظات مشارك في المسؤوليه المحافظ. ما سمعناش ان المحافظ خد اجراء يعني ولي الامر عرض المشكله وواضح ان هي من امبارح كان المفروض يبقى في تدخل فوري طبعاً من المحافظ طبعاً. فانا بقول هنا غياب الرقابه في غالبيه كل المشاكل دي. النقطه بس الاخيره اللي انا عايزه اقول عليها بالنسبه برضو ل اللي هم المغتربين رفع المصروفات رفع المصروفات هي وارد انها تترفع ولكن المفروض تبقى بنسبه معقوله مش برضو علشان هم مغتربين يتم المغالاه في رفع يعني الألف الاولانيه دي. الحقيقه انا حاسه ان هي من 400 ل1000 نسبه عاليه جدا. نسبه عاليه جدا 120 200 250 بقت 1000 مش 400 ده 400 يعني على فترات ما هي 100 لا هي مره واحده بس ما خدتش بالك حضرتك بقول لك يعني ايه احنا كنا بندفع 120 الابتدائي 180 في نفس الثاني سنه 1000 على طول تاني ما هي دي الفكره يعني هي ولما خفضها وصلت ل 600 مغالاه شويه في الارتفاع لكن وارد ان هو يزداد بنسبه معينه سنويا ويبقى ولي الامر عارف ان كل فتره معينه هتزداد بنسبه معينه في قدراتهم خصوصا ان ممكن تبقى الاسره في طفلين في ثلاثه ما هواش يعني طفل واحد خمسة. فانا حاسه ان في برضو مغالاه يعني العمليه استثماريه خالص بيبصوا ان هو ازاي يبقى في رفع فلوس بنسبه كبيره. دي نقطه الحقيقه لازم هنتكلم ان شاء الله فيها في البرلمان ان في اي حاجه لابد انها تبقى نسبه معقوله حتى لو هو مصري وهو في الخارج مش معنى ان هو في الخارج ان هو يستطيع ان هو يدفع مبالغ كبيره جدا. وزي ما قلت لحضرتك كل المشاكل اولا صعبه جدا يعني مشاكل احنا بنفاجئ بيها احنا نعلم الكثير من المشاكل بيضاف النهارده كمان الكثير والكثير ونوعيات مختلفه من المشاكل. كل ده لازم يبقى فيه رقابه واشراف من المحافظ من المديرين التعليميين من الوزير فين كل ده. ده اللي لازم ان شاء الله هنسال فيه الوزير في يعني كيفيه الرقابه بتتم ازاي يعني عشان برضه هو الحقيقه يمكن ذكر انا مش هقدر اعمل كل حاجه لا هو مش كل حاجه لوحده او احد الاشخاص كان بيقول ان هو الوزير هو هيقوم كل حاجه بنفسه. لا هي العمليه عمليه اشرافيه ناس مسؤوله وهو يتابع كل هؤلاء بحيث المنظومه كلها تبقى تحت الرقابه وتحت الاشراف بحيث ما يبقاش فيه اي تعدي. القوانين لازم تحكم برضو هذه الامور يعني هذا الناظر بتاع المدرسه انه يعرض الاطفال الصغيرين او حتى لغايه ثانوي ان هم يعرضهم ده علشان بقى السبب ما نعرفش ايه السبب هل هو بيزنس مثلا انه ولا بيزنس هو يعني هم تقريبا انا فهمت ان هم خدوا عربيات وفعلا نوعين دخلها مش رايح للمدرسه وصح كل ده يسأل فيه جامد جدا يعني الحقيقه انا شايفه مخالفات زياده قوي ولابد يبقى في وقفه كبيره في فين اي اجراء في اي حاجه من دي أكثر المدارس اللي بتقول برضو هنتحقق الاول من صحه كل المعلومات. بص حضرتك بتوصل لنا بمستندات احنا كاولياء امور او ادمن جروبات بتوصل لنا مستندات عن فساد كتير بتوصل للوزاره ما بيعملوش فيها حاجه. انا عايز اقول حاجه انا بس مهمة علشان ما نبقاش دايما هجوميين بيطلع ورقه بختم النسر للبيع حضرتك انا اديها هبعتها للاعداد يعني بعد الحلقه بس حاجه لابد الاول بقاله 3 أسابيع من كل هذه المشاكل يعني ختم النسر الواحد متاكد منها وبعد كده التحقيق لا ده تزوير بعد ده مش تزوير وجريمه هو مدير مدرسه يعني بحط ختم نسر على ورقه فاضيه. هي مش دي القضيه هي القضيه اللي انا بلغت حضرتك ان في عندك في الوزاره واحد فاسد كده وما يقف عن العمل وتسحب منه ختم النسر طبعا ويفضل التحقيق شغال هو الختم النسر معاه وهو برضه شغال بزنس وبرضه شغال بختم النسر لغايه دلوقتي مش شغال الورقه هبعتها للاعداد هبعتها يعني بعد طب بيحققها على اساس ايه؟ احنا في مدارس تجريبي في مدارس تجريبي الولاد مش يعني اتبنت مبنى زياده في مدرسه ثانوي صاحب مدرسه خاصه عملها هيئه الابنيه قالت ما تنفعش ان هو الاطفال يخشوا فيها دلوقتي يا مدرسه ثانوي اتحط فيها اطفال تجريبي
ملهاش دعوه خالص باي نظام، مفيش رقابه، مفيش اشراف، مفيش ميه، مفيش. ولما اولياء الامور راحوا الاداره التعليميه لقوا اساسا ان المدرسه دي ملهاش قدوة والولاد مش مقيده واتاخد فلوسها. ده كتير، ده كتير. المدارس الخاصه عند حضرتك دلوقتي اغلبها منعت القسط الا في حاله كيش. ان انت بتنضمي للباص بتاع المدرسه. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ان الفساد عمال بيزيد بيزيد. يعني الموضوع بقى بيزنس وتجاره يعني. يا ريت اقول في حاجه، بس عايزه اقولها حاجه. هل في كل الحالات اللي زي دي حد تتبع انه قدم شكوى رسميه؟ يعني مش هننتقده بس، هل قدم شكوى رسميه وتتبعت؟ بتقول لحضرتك بالله، بقول لحضرتك المدير حضرتك رسميه، المدير المدرسه بقاله 3 اسابيع بيتحقق معاه ولسه ما زال في مكانه زي ما هو، وخدت من النسر تحت ايده. لا دي مخالفه صريحه. المدرسه اللي بقول لحضرتك المبنى ده العمل لحد ما كان المفروض في الوزاره في اجتماع من يومين بخصوصها، عشان الطلبه دي التجريبي محطوطين في ثانويه عامه والابنيه غير موافقه على المبنى اساسا، شغال مكتمله، شغال كل الحاجات دي. بص انا بقول لحضرتك احنا الناس ما بقى، بصي هو المشكله ان ما بقاش في ثقه في مؤسسات، في بعض المؤسسات بتاعت الدوله ماشي. فولي الامر بقى يعمل ايه؟ هو شايف ان الجروبات الحاليه اللي بتعرض المشاكل عندها مصداقيه اكتر من المسؤول نفسه، المسؤول بيشوف الحاجه ويسكت كان ما فيش حاجه متشافه. فاحنا دلوقتي حاطين في احنا كادمن جروبات محطوطين في نظره معينه، اللي احنا بنثير الراي العام، وان احنا بنعمل بلبله، وان احنا بنوقف عجله التنميه الرهيبه اللي وزاره التربيه والتعليم بتعملها. لا هو انتم بيعملوا حاجه يعني، معلش متزعليش مني يعني، وانا ضد ان ولي الامر طول ما قاعد يقول المنهج مكدس، المنهج على فكره المنهج مش يا جماعه المناهج ديت ليها اصول، واكيد الدكتور عارف. لا 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 ان بس معلش حضرتك اسمعيني، طارق شوقي نفسه استغرب جدا لمنهج سنه رابعه. حضرتك دي حضرتك دي معايير دوليه يا جماعه، في معايير دوليه في يعني. انا المفروض الطالب في الصف الرابع ان هو ياخد 1 2 3 4 5. لا في مصفوفه، في مصفوفه يا جماعه، ما ينفعش. بس بعدين ايه؟ بعدين ما اسمعيني بس، بعدين يقول لي امر ايه الحاجات دي انا ما خدتهاش. ما طبعا انت ما خدتهاش. هو انت حضرتك على ايامك كان عندك اللي موجود دلوقتي ده؟ انت حضرتك ماسك التابلت ماسك الكمبيوتر احسن منك. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لازم احنا نتطور. انه من فتره كان وزير التربيه والتعليم بنفسه قال انه المناهج مليانه حشو، واحنا لا صحيح هنخفف. لا مفيش حاجه اسمها هذه المناهج، هو قال كده بنفسه. لا يعني لا هو قال، ماليش ده هو قال، لكن حضرتك المعايير الدوليه اللي بتتكلمي فيها بصي في في نسب معينه لازم الطالب ياخدها. انت ما عندكيش اليات تنفيذ ليها. انت عندك حضرتك استغربتي احنا بنتكلم عشان قال لك 70، لا في فصول فيها 120 و130 وتجريبي. انتوا بتتكلموا في اعداد كبيره جدا، وانا ما اعتقدش انه الصور، بص ان الطفل ممكن يستفيد الورقه اهو. بس على الموضوع الرئيسي، احنا يمكن دخلنا في موضوع فرعي. انا هتكلم في 3 نقط في تعقيب على كلامهم الجميل ده. يا ريت بقى عشان احنا هنبتدي نختم. اول حاجه السعوديه العاملين فيها، انا شايف ان اللي كان بيدفع المفروض يقل مش يزيد. الدولار كان الريال كان ب 2 جنيه الريال ب 4.70 بالظبط زاد. الحاجه الثانيه ان دخل المصريين في الخارج في السعوديه يا جماعه اتفرض عليهم 100 ريال و200 ريال وجزء كبير بدا ينزل، والسعوديه بالذات مصدر العمله الصعبه لينا، احنا عاوزين نشجع. الوضع اللي في السعوديه وانا قريب ليهم، الوضع اختلف. مش ده بتاع السعوديه بتاع الدولارات بتاع زمان اللي بيجي ده، جزء كبير منهم عايش عشان يربي ولاده عيشه كريمه بالظبط، لانه بيقول انا لو جيت هنا هعمل ايه؟ انا نفسي اعيش حياه كريمه. حضرتك بيصرف على المسكن وعلى المأكل كتير، الوضع هناك في بنوك مختلف يا جماعه قلت. صحيح، فدي كده زادت 250% مش 50. النقطه الثانيه اللي حصل في المدرسه ده ظاهره عامه. ليه؟ المدارس الخاصة عشان أنهي مدرسة؟ المدرسة بتاع الشرقية اللي هو منع الصلاة. إيه المشكلة؟ تمام. أنا أقول لك المشكلة بمنتهى البساطة، بحكم إن أنا كنت ماسك لجنة المدارس الخاصة. أيوه. إحنا الوزارة قدرنا نخلي التوريد للبنوك فسيطرنا على المصاريف. كان في بند بيعملوه اسمه بند الأنشطة كده، بند اتسيطر عليه. في بنود غير قابلة للسيطرة، منها البند بتاع الباصات. لازم تراعي حاجة، إن صاحب المدرسة الخاصة دي برضه هو بيفكر ازاي يكسب ال 15% اللي حددها له القانون وازاي يزودها. الفكره بتاع البساط ده انا الكنترول عليه، هو موضوع راس مالي وبيجيب دخل المدرسه كويس جدا. هو اولياء الامور جابوا الشركه دي بسعر مخفض نظرا لان سعر المدرسه ده توقعي، سعر المدرسه مرتفع.
فبناء يعني ما ينفعش ان منظر ولادنا يبقوا قاعدين كده في الشارع وممنوعين من دخول اليوم الدراسي. المدرسه دي احنا معلش سامحيني احنا هنتولى ملفها كلجنه مدارس خاصه، احنا عاملين لجنه مشكله من اصحاب المدارس الخاصه دي مع التربيه والتعليم. انا بس ينقصني اسم المدرسه لان هنتعامل المدرسه الانجليزيه بالذات. انت مالكش، انت كل اللي ليك عندهم ان الطالب يروح جاف عربيه والده هو حر، جاف عربيتك هو حر طبعا، جاف عربيه لم. اخر حاجه بقى النقطه اللي محتاجه، معظم سبب المشاكل دي الموجهين اللي مشرفين على المدارس والغاء المعلمين و حاجات كتير اتغيرت. اللي موجود في التربيه والتعليم ده اسمه اللقطه. ايه اللقطه؟ النهارده اللقاء اللي كان معمول في الجيزه ده بتاع معالي الوزير مع 1300 طالب مع 8 محافظات. انا اتمنى يقول لي الهدف منه ولا حاجه. كل مدرسه عامله جروب على النت، المدرسه احتفلت، المدرسه الطابور. اللقطه اللي احنا بندور صورة عليها الجو، اللقطه التكه، نحن نهتم، 1300 الناتج ولا حاجه. إيه والله دوخت الثمان محافظات وبهدلنا. طب قول لي منتج. طب هنخرج بايه؟ مع ان الاولاد سعداء، انا سعيد ان هم سعداء، ولكن اللقطه اللي بقت مسيطره على تصرفاتنا دون النظر لهدف عام. احنا بنرجع يا معالي الوزير والله احنا ما ضدك. انا صحيح صديق الدكتور هلال الشربيني بس انا مش ضدك. احنا كل هدفنا بنقول لمعاليك اختار مستشارين مروا بالتجربه في العمليه التعليميه، اختار وكلاء وزراء المحافظات اختيار موضوعي وانسى المجاملات. اختيار القيادات قائم على المجاملات بصراحه، عشان نتكلم بصراحه. اختار اصحاب الكفاءات ثم مديرين ادارات. محتاج 300 مديرين ادارات، 28 وكيل وزاره على مجموعه. اختارهم بعنايه وابعد عن اي ضغوط تيجي عليك واختار لي دوله. لما ابدا من فوق المشاكل دي كلها اللي سمعناها تنتهي، لان اخترت قياده ناجحه هيختار الصف اللي بعديه، هيختار الصف اللي بعديه. اذا كنت في نقص رقابه كمان يا فندم اللي انا ملاحظاه. انا عملت احصائيه، عملت احصائيه في شهر القائمه باعمال وكيل وزاره عندي في بني سويف. كم صوره اتصورتها نزلت على النت؟ انا قلت لك الرقم هتتخضي، انا مش عارف اتصورتهم كلهم ازاي. يعني انا نفسي تجيبوا النت تشوفوها، دي قائم باعمال، ده قائم باعمال. انا عملت احصائيه يعني بعدد الصور اللي صورتها. انا والله دي تدخل جينيز ريكورد، يا ريت تعملوها احصائيه وتقارنوها بباقي المحافظات. كله عاوز اللقطه، اللقطه. تم افتتاح المدارس اليابانيه، الحضور مش عارف مين، المدرسه على قبر السادات، احدث المدارس تم الغاء اليابانيه. طب دلوقتي خلاص احنا اليابانيه دي واحده من الصور 40 صوره. وعايزين نتكلم بقى ايه كلام مفيد، هتقدروا تعملوا لنا ايه في البرلمان؟ والله ان شاء الله. يعني احنا دورنا طبعا تشريعي ورقابي، هنهتم بشده في اسرع وقت ان احنا نعمل قوانين التعليم، لان قوانين التعليم سواء قانون تنظيم الجامعات للجامعات او قانون التعليم بينظم الامور. صحيح مش هو لوحده اللي هيصلح التعليم، ولكن هينظم ويحط الامور في نصابها بحيث اقدر يبقى في حاجه حديثه عندي تقدر توجه الامور اكتر من كده. الناحيه الرقابيه هنتابع بشده، ولسه قايلين ان احنا لابد نتابع كل 3 شهور يبقى في تقارير من الوزاره انها تجيب لنا هي بتعمل ايه، وايه يعني النجاح وايه المخرجات بتاعه الفتره اللي هي كل 3 شهور، عشان نقدر نتابع ايه صحيح وايه اللي مش صحيح، واللي مش صحيح واللي مش مقتنعين بيه تماما لابد ان هو يحذف. يعني البرلمان له هذه السلطة في كل شيء، لأن برضو المفهوم إن إحنا ملناش دعوة بالقرارات. حضرتك المفروض إن القانون ده الوزارة كانت واعدة إن هي هتقدمه، وسحبته في آخر لحظة. سحبته وتم الإعلان إن هو في 2018، إحنا مش هنقعد نستنى لغاية 2018 علشان إن إحنا ننتظر القانون، وبالتالي لابد إن إحنا هنبدأ بأسرع وقت إن إحنا نعمل نشرع هذا القانون. فده اللي احنا ان شاء الله في الفترة القادمة متابعة جديدة. احنا مع اي يعني زي قرار معين غير مقتنعين بيه والوزارة مثلا لم تستطيع ان تبرر بصحته، من حقنا ان احنا نوقف هذا القرار طبعا، وده اللي بيتم فعلا في بعض القرارات، ومستنيين مثلا ردود الوزارة ايه المبررات، ولو فعلا مش هتقدر يبقى في اقناع من متخصصين
هيتم وقف القرار. وده حصل في الوزير السابق قبل كده. دكتور عبد الرحمن، ايه التوجه اللي هتقوم بيه او ايه؟ انا كدوري يعني لحضرتك شفت المشاكل كتيره قوي، انا كدوري لازم تعمل حاجه بقى. ودوري كناصح للوزير، انا دوري كناصح للوزير وكلنا في مركب واحده وبنحب هذا الوطن، اقول له انتقي فريق مستشارين كويس، انتقي وكلاء وزاره، انتقي مديرين ادارات تعليميه بعنايه، ويا ريت حضرتك اللي تشرف عليهم لان معاليك بتسافر كتير. انتقيهم انت واختار لي الصف ده سواء من الموجودين او من الجداد، وما تسمحش لاي ضغوط خارجيه، وابدا بالعناصر اللي انت مسيطر عليها اصحاب الكفاءات ونبدا نصلح طالما بدانا بقيادات. ده اول نقطه كنصيحه لمعالي الوزير، اضافه لفريق الاستشاري بتاع معاليك بلاها كليه التربيه. هم وحشين وحشين قوي، انا منهم، سيبك كلهم كلهم وحشين ما تفهموش. استاذه وكيله وزاره مثلا فور اكزامبل زي الاستاذه بوسينه كشك، ما تاخدها مستشاره عندك. كانت وكيله وزاره الجيزه ولها مميزات كتير، سايبها ليه؟ ده فور اكزامبل ايش زيها كتير كتير ينفعوا لك مستشارين مروا بتجارب قويه. خدهم، مروا بكل العصور السابقه، خدهم، بدأوا من التباشيرة وبدأوا يتطوروا ونجحوا وأبدعوا، سيبهم ليه؟ انت جايب لي ناس ما مروش بالتجربة. اما احنا كلجنة التعليم فانا عاوز افرق يا جماعة بين التنفيذي وبيننا احنا. احنا مش متخذين القرار، احنا لينا ادوار محددة اللي الدستور حاططها لنا. الناس بتحط علينا احلام كبيرة، وانا والله يعني فعلا اشعر بيهم لان انا واحد منهم وعايش في وسطهم ليلة نهار، والدكتورة ماجدة وعايشين، والناس بيأملوا فينا أمل كبيرة. احنا بنضغط بكل ما أوتينا من قوة. احنا العام الماضي قررنا كأعضاء مكتب اللجنة تقديم استقالة بسبب هذا القانون. ما أنا مش قادر أحاسب المعلم بصراحة، مش قادر أحاسبه. مستوى الدخل اللي بيلاقيه تعبان، ميزانية وزارة، وبرضه الوزير معذور في نقطة، 90% منها مرتبات، الوزارة بتاخد 80 مليار، 72 مرتبات، هيطور بايه؟ ما عندوش حاجه. قررنا له توصيه بعد ضغوط قويه ان في 20 مليار هتيجي من ناتج بيع الاراضي. ايوه لازم، ما فيش تطوير في العالم بيتم بدون فلوس. يعني حتى كان الغاء سته ابتدائي، وده كانت الكوميديا، هو انتوا لغيتوا سته ابتدائي ليه؟ قالوا ما معناش فلوس الامتحانات. نعم. جيت قريت خبر اول امبارح، ممنوع طالب يطلع من رابعه ابتدائي اللي هو بيقرا ويكتب. طب وانت لغيته سته ليه؟ طب قولوا لي اللي غيرها غيرها ليه؟ يعني طب بس حضرتك نايم في البرلمان، يعني ما فيش حل يعني؟ حضرتك دلوقتي اتكلمت كناصح، طب كنائب في البرلمان ما تقدرش تعمل لنا حاجه؟ احنا كلجنه تعليم او تقعدوا مع سياده الوزير تعرضوا عليه المشاكل؟ ما انتوا اقرب اكيد منه. اكيد طبعا، احنا هو معالي الوزير جاي لنا بكره. طب ولو شفتي كم طلبات الاحاضر، دي جلسه عامه مش لجنه التعليم فقط، انت لو شفتي طلبات طيب يعني ممكن تعرضوا عليه كل المشاكل، كل الهموم اللي اتحكت دي، ويا ريت تخرجوا بقرارات من هذه الجلسه. احنا الهدف ان احنا هنعيش معالي الوزير الواقع، لان احنا ممثلين عن الشعب، فبننقل الرسائل اللي اهلنا فوضونا بيها عشان نوصلها له. فكل المحافظات امبارح جايه له بكره. انا مش عاوز اقول لك ان القليل اللي هيتعرض عليه ده، كان لدينا طلبات احاطه واسئله كثيره. ولكن اعتقد 24 او 26 ليه بكره بنوصله رسائل بما يحدث في المجتمع. انا ما شفتش الرقم ده مع اي وزير تعليم سابق في جلسه. ما طيب. كانش بيوصل هذا الحد. دكتوره منى، استاذه منى، كلمه من حضرتك. هو احنا دلوقتي المشكله الاساسيه لاولياء الامور دلوقتي اللي احنا كنا بنطالب ب 100 ترم منتهي. انا ما اعرفش ليه بيقولوا ما ينفعش. يعني احنا لما قعدنا معاه السنه اللي فاتت قعدنا معاه في شهر 3 والامتحانات كانت في شهر 5 وكان وافق على الميد ترم المنتهي. احنا لسه في شهر 10 والامتحان بتبقى في شهر 1. في حاله يعني استحاله ان يبقى في ميد ترم منتهي، احنا بنقول في دروس حشو، في حاجات للاطلاع والمعرفه، في حاجات منتهيه شويه، يا ريت قبل ما الولاد يبداوا ياخدوها اللي هي مواجهين العموم او الخاصه بالمواد، تقول بلاش خلاص تخفيفا على اولياء الامور وتخفيفا للطلبه، هيبقى في درس او اثنين وثلاثه في كل ماده مش محتاجين ان هم هيطلعوا عليها بس، فدول مش هيخشوا في الامتحان. مش نستنى لما
السنه بيبقى الفصل الدراسي لو قليل قليل والمنهج كتير قوي، فبنيجي قبل الامتحانات مباشر نقول اللي خدوه هو ده اللي مش جاي، ويبداوا اللي لسه ما بداوش فيه ياخدوه هو ده اللي هيجي في الامتحان. فهي دي ازمه حاليه لاولياء الامور دلوقتي بيطالبوا بيها بشكل صعب جدا جدا في كل الجروبات اللي احنا موجودين فيها. فاحنا عايزين مشاركه من اعضاء مجلس الشعب، يعني بعد اذنكم اللي انتوا تساعدونا، احنا كاولياء امور مش شايفين اللي انتوا بتعملوا لينا اي حاجه، ودي صراحه يعني قعدنا كتير معاكم وشفناكم. حضرتك ما قلت اللقطه دي كانت بالظبط في نفس الموضوع بتاع فندق الماسه، لما حضرنا كان اول قرار بتاع الثانويه العامه الجديد، احنا كنا بنجتمع عشان يبقى فيه نقاش يطرح للمجتمع ينفع ولا لا، فاتفاجئنا بيه في فندق الماسه لما حضرنا المؤتمر انه بيصرح بيه ان هو قائم. فاحنا تم استغلالنا احنا المجتمع بقى اللي هو الحوار المجتمعي، تم استغلاله. سمعنا زيك برضه، سمعنا زيك برضه. طب احنا بقى نعمل ايه؟ سمعنا زينا زي دكتوره كل القرارات بنسمع زي بعض. هي دي المشكله، في انفصال تاني عن الواقع، عن المجتمع، عن المتخصصين، وعن الجهه التنفيذيه دي، وحتى الجهه التشريعيه. يعني في انفصال، احنا عايشين في جزر منعزله، كل يسعى لمصالح هو شايفها ان هي صح، وهي محدش بينظر نظره كليه على الموضوع. دي الحقيقه مشكلتنا. مهم جدا ان يبقى في تواصل ما بين جميع الجزر. يا جماعه لازم لازم الوزير ينزل يروح القرى، يروح العزب، يروح الاقاليم، يشوف الدنيا فيها ايه. يعني لازم يبقى عرض الواقع. الاحلام جميله جدا، كل العالم في تجارب رائعه، لكن ولا تجربة أقدر أنفذها هنا. الوحيدة اللي أقدر أنفذها هنا تجربتي أنا، تجربة مصر، إن إحنا شعب ذو طبيعة خاصة، كل مجتمع له خصوصية بتاعته. وأنا شايفة إنه ما ينفعش ناخد قرارات وإحنا مش قدها. القرار لازم يبقى مدروس كويس قوي، معروف سلبياته، معروف إيجابياته، معروف مدى نجاحه. لازم يبقى فيه متخصصين لاتخاذ هذه القرارات. طبعا زي ما النواب قالوا انه في جلسه بكره هيكون فيها سياده الوزير، احنا بنتمنى ان انتوا بتخرجوا منها بنتائج ايجابيه وقرارات، وتعرضوا عليه مجموعه من يعني اهم المشاكل على الاقل، او اكبر المشاكل ان هو يحاول يحلها. مشاهدينا بشكركم والى اللقاء.